تحياتي لكل مشاهدي برنامج الطبيب، واهلا وسهلا بكم معانا في فقره جديده جديده ومميزه جدا. النهارده احنا معاكم من داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده. عايزين النهارده نتكلم معاكم ونتكلم مع ضيف فقرتنا الخبره الكبيره المتميز بنجاحه وبثقافته وكمان بوصوله لكل التطورات الحديثه والتقنيات الحديثه، لوجوده دايما في كل المؤتمرات اللي بتوصلنا للنجاح، اذا كان بقى في الحقن المجاري، اذا كان طبعا في علاج المشاكل اللي بتؤدي الى تاخر الانجاب. عشان كده لما حبينا نتكلم عن المشكله الاساسيه اللي ممكن يكون مش اي حد يعرف يكتشفها وممكن تكون من اكبر المشاكل في تاخر الانجاب، هي بطانه الرحم المهاجره، حبينا نتكلم معاه عشان نعرف ايه اسبابها، طرق علاجها، كمان ازاي اكتشف الموضوع ده بدري، لان احنا بنبقى عارفين ان في مشاكل كل ما بتاخر عن العلاج فيها كل ما انا يعني الحاله عندي بتسوء وبتقلل من نسبه النجاح اذا كان حمل طبيعي او نجاح الحقن المجهري. خلينا النهارده نرحب بضيف فقرتنا استاذ دكتور محمد مقبل، دكتوره نساء والتوليد، دكتوره الذكوره والجنس، عضو الجمعيه الاوروبيه للتكاثر البشري والاجنه، عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه. اهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. منورنا. منورنا. لما بتسافر وبتجيب الجديد الناس بتفرح اكتر، لان بتبقى حابه مش بس الدكاتره اللي بقى لهم فتره كبيره بيمارسوا المهنه، لا هم كمان بيحبوا فكر الجديد. يعني انا لما احضر مؤتمرات احضر اشوف ايه الابحاث الجديده، اشوف التقنيه الحديثه، فانا كده بواكب كل العصور. عشان كده حابين نتكلم النهارده معاك في بطانه الرحم المهاجره. هل دي يا دكتور مشكله كبيره بتاخر الانجاب ولا زيها زي مشاكل بسيطه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا بطانه رحم المهاجره مشكله كبيره حقيقه. مشكلة بتصيب تقريبا حوالي 10% من السيدات في سن الإنجاب، وتأثيرها على الإنجاب قد يصل إلى أنه هو يسبب عقم لو أهملناه. إذن فالموضوع ده مهم قوي، موضوع أنك أنت تنتبه لاكتشافه بدري واتخاذ الإجراءات العلاجية المتقدمة واللي أنت متأكد منها بدري، ما تتأخرش عليها. بطانة الرحم المهاجرة لو أنا عايزة أفصل ما بينها وما بين التكيسات، هل هي التكيسات ولا دي حاجة ودي حاجة تانية؟ دي حاجة ودي حاجة، مختلفين عن بعض تماما. لكن بطانة الرحم المهاجرة مش لابد يبقى كلها أكياس. يعني ممكن تبقى سبوتس، نديول، حاجات كده بسيطة. مش عاملة كيس. الكيس دي بتتواجد غالبا في المبيض أو بعض الأماكن التانية في جدار البطن أو في المهبل أو كده، في جروح قبل كده أثر ولادة. أما الأكياس فده كيس، كيس وظيفي أو كيس ربما يؤدي لأورام مش حميد أو كده. لكن بطانة الرحم المهاجرة ممكن تتطور وتعمل، لأن هي تنزل منها دورة كل شهر زي الدورة بتاعت الرحم. يعني بتتقاصر بمعنى صح، بتكتر بمعنى صح. بالظبط بالظبط. فكل ما نزل الدورة وجمعت الدورة الجاية واللي بعدها وكذا، تبدأ تعمل كيس في المكان اللي بتنزل فيه ده، وبتعمل مشاكل على السيدة، سواء مشاكل بالألام أو مشاكل بالتصاقات، أو حتى بتعمل انسداد معه في بعض الحالات. يعني اختلاف ما بينهم الاثنين جامد. هل هي مشكلة صعبة لأن مش سهل دكتور يكتشفها؟ لا، هي مش عشان سهل يكتشفها، عشان لم نجد لها علاج أكيد حتى الآن. ملهاش علاج أكيد حتى الآن. نعم. ولكن ليها علاج. يعني في علاجات بتتم، إن أنا مثلا لو السيدة إن المشكلة دي بتأخر الإنجاب ممكن اخليها تنجب؟ مخليها تنجب، ولو حصل حمل وانجبت خلاص انتهت المشكله. بتدمر الخلايا اللي هي مش موجوده في الرحم دي. طيب لو هنمشي خطوه بخطوه، انا اعرف منين ان انا عندي المشكله دي؟ مثلا انا عندي بطانه رحم مهاجره، ايه الاعراض اللي انا ممكن اكتشفها في نفسي عشان اجري بسرعه على الطبيب عشان الحق نفسي من المشكله دي؟ بدءا زي بدء اي ست لابد بتعمل الكشف دوري على نفسها. المفروض ما عادش زي زمان بقى ما استناش لما يجينا ألم. المفروض السيدة دلوقتي بتعمل كشف دوري على السادية، للأسف محدش بيعمل كده، على السادية، على الرحم، على الكبد. لا، وفي فحوصات دورية بتتعمل للناس عموما والسيدات خاصة. طب ما عملتش وجالها بطانة رحم،
اهم اعراض بطانه الرحم الالم، اهم عرض فيها الالم اللي يخلي الست تبدا تدور على اسباب الالم ده وتعالجه. حلو. الام بطانه الرحم بيتوقف هو موجود فين؟ هل هو موجود في السره؟ هل موجود في الانف يعمل نزيف في الانف؟ هل موجود في جرح وقت الولاده بنعمل العجان بنقصه ونخيطه ويظهر في المكان ده سبب الام شديده وقت العلاقه الزوجيه وقت الدوره او قريب من الدوره؟ هل الالام ديت موجوده بسبب وجود بطانه رحم الى درجه ده هو درجات في المبيض في الانابيب خارج الرحم في الحوض نفسه في الامعاء في الحاجز اللي ما بين المهبل والشرج؟ كل الحاجات ديت بتوقف هتعمل الم قد ايه وتحمله قد ايه. والست بتبدا تدور حتى مش عشان الانجاب بس، بتبدا تدور تشوف الالم ده الالم اللي بتحس بيه. لكن هناك سيدات يعني لا تحس باي اعراض لبطانه الرحم، يعني ممكن يكون في اعراض وممكن لا. بالظبط. الدكتور بقى يكتشف المشكله دي ازاي؟ يعني التشخيص بيتم ازاي؟ طبعا لما بتيجي سيده ما فيهاش اي مشاكل لا تشكو الا من تاخر الحمل وما نلاقيش فيها عندها اسباب، الفحوصات بتاعت الزوج سليمه، بتاعت الزوجه سليمه، اشعه الصبغه سليمه، كل الحاجات دي سليمه، مفيش اجسام مضاده، بنبدا نقول والله احنا لابد نعمل منظار نستكشف به هل هناك اسباب تاخر الانجاب ام لا. المنظار البطني والمنظار الرحمي ده مهم جدا في اكتشاف بطانه الرحم المهاجره. بهذا المنظار اللي هو من السره بقدر اكتشف هو موجود فين بالظبط وحجمه قد ايه ودرجته قد ايه، وفي نفس الوقت في بطانه الرحم البسيطه او المتوسطه بقدر اتعامل معها واكويها واتخلص منها تماما. يعني اطلع من الست اللي كنت بعملها منظار وما كانش في دماغي ان يبقى عندها بطانه رحم، ما كانش له اي اعراض، اطلع من المنظار وانا عالجتها تماما بالكي او المنظار. مش بس مكتشف ولكن اكتشافي وعلاجي. وهو الطريقه الرئيسيه في اكتشاف بطانه الرحم المهاجره، الطريقه الرئيسيه والمهمه جدا. زي الست اللي بيتاخر عنها الانجاب سنه او اكتر، سواء عقم اولي او ثانوي، يعني ثانوي يعني حصل لها حمل قبل كده واتاخر ومش لاقين سبب، لابد ان انا اعمل لها منظار. المنظار ده بيكتشف ان 30% تقريبا من السيدات اللي اتاخر عندهم الحمل في سن 35 سنه مثلا عندهم بطانه رحم احنا بنكتشفها تكون هي السبب في تاخر الانجاب عندها. طيب هل بيكون سبب في تاخر الانجاب اللي هو الانجاب الحمل الطبيعي، ولا كمان ممكن تكون سبب ان انا فشل حقن مجهري؟ هو حقيقة بطانة الرحم زي ما احنا قلنا وجودها في مكان بيأثر على الحمل، لو موجودة في الأنابيب، لو موجودة في الحوض، موجودة في المبيض، بتبدأ تعمل رياكشن تفاعل، بتبدأ تعمل مواد ضارة جدا تأثر على البويضة نفسها، نوعية البويضة، ممكن تعمل انسداد في الأنابيب، ممكن تعمل التصاقات ما بين المبيض والأنبوب، ممكن تعمل مشاكل في الأمور النفسية تديني حمل خارج الرحم، بتعمل تفاعل كيماوي تاني. إذن فبتعمل مشاكل كيماوية ومشاكل عضوية، يعني انسداد تؤدي إلى تأخر إنجاب أو منع. طيب لو هو حاجات بسيطة درجة أولى أو تانية أو تالتة حتى ما بيأثرش قوي على الإخصاب المجهري. أما الدرجات المتقدمة ممكن فعلا تأثر الإخصاب المجهري بطريقة أو بأخرى، لكن احنا بنقدر نتعامل معها ونتفادى تأثير السلبي على بها. حضرتك بتقول إن اللي عندها بطانة رحم مهاجرة كل شهر هي بتزيد، يعني مثلا لو في مكان معين بتطلع حاجات أكتر. نعم. وبتنتشر أكتر. نعم. هنا معناه إن التشخيص المبكر أو الكشف المبكر بيحميني من مشاكل. لو انا فضلت اتاخر ممكن الحاله توصل لفين؟ عشان انبه كل السيدات ان هم يتجهوا ان هم يكشفوا للموضوع ده لو عندهم تاخر انجاب مثلا. اسوء حاجه انسداد معوي، بس ده نادر. يا معقوله؟ ده نادر، لكن التاخر فيها ممكن يدمر لي الانبوبتين وبالتالي ما عادش ينفع معايا الا حقن مجهري. التاخر فيها اسوء من كده، لان لما اتاخر الانبوبتين لما يحصل لهم دمار ما زال عنده فرصة عمل حقن مجاري وتحمل. طبعا الأسوأ ما يمكن إنه يدمر المبيضين.
ان هو بيعمل اكياس في المبيض دوره كل شهر، بتعمل تفاعل داخل المبيض بتدمر البويضات، وكتير قوي من السيدات بتفقد قدرتها على الانجاب بسبب الكياس الشديده والمتكرره بعد عمليات، وتؤدي الى انها ما عادش تنجب بعد كده. حتى لو حقن مجهري ولا قصد حضرتك انجاب طبيعي؟ للاسف بقى طبيعي او حقن مجهري، انا معاه هو بيقضي على البويضات الموجوده في المبيض بطريقه او باخرى، وبالتالي مادي منشط واجي اسحب بويضات ما الاقيش بويضات صالحه للاخصاب المجهري. بكلام حضرتك افهم ان كده معناه ان دي من اخطر المشاكل، ان انا ممكن توصلني ان انا ما انجبش خالص، صح؟ لو اتاهملت. لو انا اهملتها، لكن شخصتها بدري او يعني مش متاخر قوي، وتفاعلت معها بطريقه سليمه مش بطريقه تضر المريضه، اساعدها انها تعمل حقن مجهري وتحمل وانتهى بطانه الرحم. وبتنتهي مع الحمل، بتنتهي مع الحمل 9 شهور او 7 شهور او 8 شهور، بتضمر هذه الخلايا اللي هي مش موجوده في مكانها. وستات كتير قوي كان عندها وحملت بالحقن المجهري وبعد كده بدات تحمل طبيعي، الموضوع انتهى خلاص. من وجهه نظر حضرتك الطبيه، لو انا عندي مشكله البطانه المهاجره، لو انا رحت في مكان او مثلا حد عالجني بطريقه غلط، ممكن يعني بعد كده لو رجعت مثلا لحد لدكتور شاطر او عنده خبره يعرف يصلح اللي حصل، ولا لو باظ خلاص؟ في حالات لو باظت خلاص، وانا من خلال البرنامج الجميل ده بحذر اي ست انها تعمل عمليات سواء بالمنظار او جراحيه لاستئصال اكياس دمويه بسبب بطانه رحم على المبيض. كتير قوي من الزملاء وكتير على المستوى العام بيعملوا العمليات ديت، لكن حقيقة ثبت انها بتدمر المبيض. احنا ما بنشيل كيس مش بيتقشر زي الاكياس العاديه، بنشيل كيس بنشيل معاه جزء كبير من المبيض سواء بالمنظار، نقعد نكوي وندمر ده كلته، وبعدين تيجي الست البنت ما عادش عندها مخزون. انا بحذر تماما. للاسف كمان مش كده وبس، ده كمان بترد تاني، بدل ما كان عندها كيس بيبقوا اتنين، وبدل ما التلاته يبقوا سته، وكمان دمر المبيض وما اقدرش اعمل لها عمليه تانيه كل شويه عشان لا المبيض. امتى اعمل العمليه دي؟ لو الست انجبت وخلاص، هي انجبت وعندها اولاد ومش عايزه تنجب تاني، وعندها بطانه رحم عامله لها الام مبرحه في بطنها، بالتالي ممكن اشيل الكياس، اشيل الرحم، اشيل المبيض، مش هتفرق معايا قوي زي بنت سنها 30 سنه وما انجبتش لسه ومعها طفل واحد وعايزه تكمل الاسره بتاعتها. اوعم تماما تدمروا المبيض. احترموا المبيض، ربنا خلقه وحساس جدا. اشمعنى ما احترم الخصيه؟ حدش بيقدر يجي يمه الخس ويكوا فيها ويشتغل فيها بسهوله، لانه الراجل محافظ على نفسه، اما الست بيضحوا بيها حقيقه. وهي ممكن تكون مش على وعي، يعني مش فاهمه ده. هو المريضه مالهاش ذنب، هي المريضه الدكتور، انا كدكتور، لكن للامان ان العلم فعلا بيقول كده، بيقول انك انت لما تلاقي اكياس دمويه يا اما تعمل لها علاج طبي يا اما منظار يا اما جراحه، ده خيارك. هل معنى ذلك ان انا اعمل الحاجات دي ثبت ان فشلها ما بتقضيش تماما على بطانه الرحم، وكمان بتفقد الست جزء كبير من خصوبتها، وبالتالي المفروض دلوقتي ما قلناش نعمل الحالات ديت. لازم كانت الست زي ما قلت اكملت الاسره بتاعتها. انا بشكرك جدا يا دكتور على المعلومات المهمه قوي دي، وانت بجد بتنقذ سيدات كتيره جدا، ان هي زي ما حضرتك بتقول ان ممكن تروح في مكان او حد يقول لها على معلومه، فمن خلال برنامج الطبيب احنا بنوصل كل المعلومات الصحيحه، من خلال طبعا يعني خبره كبيره زي حضرتك واسم وعلامه كبيره جدا في عالم النساء والتوليد والحقن المجهري، ودايما مشرفنا يا دكتور. شكرا. نشكر دكتور استاذ دكتور محمد مقبل، دكتوره النساء والتوليد، دكتوره الذكوره والجنس، عضو الجمعيه الاوروبيه للتكاثر البشري والاجنه، عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه، وانا كمان بشكركم. خليكم دايما مع فقرات جديده للتقييم.